سؤال بسيط عن البيم ديتكتور. ايش فائدة انه نرص كذا بيم ديتكتور فوق بعض؟ ليه ما نحط بيم ديتكتور على مثلا مستوى كافي حيث يوصل له الدخان يعني واحد بس؟ ما هو البيم ديتكتور ده لو انت بصيت كده فاكر السلايد دي، البيم ده الشعاع ده اللي بيطلع تمام زي ما قلنا في مسافة هنا 25 متر. شاشة ظاهرة يا شباب؟ ايوه موجودة ظاهرة. شايف هنا لو في هنا عندي دخان تمام، الدخان ده لو هو مثلا المبنى ده مثلا الارتفاع ده مثلا 30 متر ولا 40 متر، الدخان ده وصل اول واحد عمل الارم، انا عايز اتاكد ان الدخانه دي ما انتشرتش لفوق. هتقولي طب ما هو اول واحد بس عمل الارم، ما انا عايز احط واحد تاني هنا مثلا على ارتفاع 10 متر تاني عشان لو ده عمل الارم يبقى خلاص انا اتاكدت ان الدخانه دي طلعت لفوق. طب لو ما عملش على بعد 10 متر ممكن يبقى الدخانه دي اصلا كانت جزء موجود هنا واتطفى، فاهمني؟ فهي مور سيفتي عشان انا اقدر احكم في الاماكن. في طبعا في ناس بتكتفي بان هو بيركب واحد بس تمام، يعني بنسبه 90% الناس بتعمل كده، بس احنا في الامان بنبقى مور سيفتي بنحط اثنين مثلا، بيزيدش عن اثنين، بيبقى اثنين ماكسيمم عندي يعني في الاماكن المفتوحه عشان اقدر بس اشوف، لان على بعد 10 متر عايز اتاكد هل الدخان ده لسه موجود ولا اتلغى، يعني هو كانت حاجه ضعيفه وعملنا فاير واتلغت وخلاص، ولا الدخانه دي قويه جدا اخترقت الاولاني واخترق الثاني، وهي بتتحط مور سيفتي بس بنسبه 90% ما بتحطش غير واحد بس. اوكي شكرا. حد عايز يسال حاجه ثاني؟ اهم حاجه طيب يا دكتور ماشي اتفضل. المكان مفتوح، هل ان الديتكتور بيسيد الحريقه على طول ولا ياخذ وقت؟ والله حسب، السؤال ده مهم جدا، حسب بقى ال- 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 قوه الاشاره اللي هي طالعه من الترانسميتر للريسيفر، ولذلك انا قلت في الشرح لو انت فاكر لازم ننظف الاسطح دي، يعني انت بعد فتره بتلاقي من كتر المطر والتراب اللي موجود الديتكتور ده اصلا الشعاع نفسه بدا يضعف. شفت هنا السطح ده الترانزميت طلع الشعاع بيروح يخبط في الريفلكتور، افرض كميه الشعاع ده اللي طالعه قليله فهتلاقي الديتكتور ده اصلا ممكن يبقى فيه دخانه هو مش حاسس بيها. فمهم جدا بالنسبه لي يبقى الديتكتور ده نضيف حسب بقى كميه الدخانه اللي طالعه عشان هي هتشغل تقطع المسار ده تعمل الالارم. دكتور الله يعافيك اتفضل. في الماكسيمم ماكسيمم 15 متر هذه هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال لفوق. فيرتيكال انا قلت يعني الناس بتقول ماكسيمم 15، احنا في الواقع لما بنيجي نركب اثنين يا باشمهندس بنركب 10 متر، هنا بنركب 10 متر وانت في الشارع. يعني البيم الديتكتور الثاني يكون فوق البيم بعده بيم يعني فوقه على الديتكتور وفوقيه ب 10 متر مركب واحد ثاني. قلت لك ده بس معمول عشان بس لما يكون طبعا ده بيبقى مثلا في سيلينج هنا مثلا في ده سقف. كلمه سيلينج يعني سقف، السقف زي ما قلنا يا اما انت رايح للخرسانه مباشره سلابه وبالتالي دي قاعده خرسانيه، دي سلابه الخرسانه اهي، دي سلابه خرسانه. او في ناس بتركب هتشوف السلابه دي خالص بيبقى هنا في حاجه بيسموها دروب سيلينج اللي هو السقف المعلق اللي بيبقى فيه الخدمات هنا موجوده، التكييفات والمش عارف ايه والكلام ده كله بيبقى متداري مستخبي سواء كانت بلاطاتين او جيبسون بورد. طيب دكتور بالنسبه لل شو اسمه الهوريزونتال كم المسافه المفروض تكون بينهم الماكسيمم؟ الهوريزونتال ماكسيمم بين الاثنين دول الهوريزونتال دي اهي، بص المسافه الافقيه ماكسيمم 25 متر. احنا بص دي بنحط الديتكتورز حسب بقى كل شركه، يعني هانيويل مثلا بتسمح لحد 25 احنا بنحطه على 15 متر 20 متر، لو وصلت لحد 25 مفيش مشاكل. ايوه يا دكتور. طب يا دكتور ما في نوع من انواع البيم ديتكتورز يكون يعني موفمنت يعني يتحرك؟ موفمنت ازاي يعني يكون زي الرادار يعني زي عمل الرادار؟ طب انت هتستفيد بيه لو اتحرك؟ يعني انت الهدف ان انت عايز تشوف فيه لهب ولا لا، في دخانه ولا لا، تمام عايز تشوف. لا بس انا قصدي يعني لو بدل ما اركب يعني اكثر من بيم ديتكتورز يعني المسافه بينهم 25 اركب واحد مثلا في نص الهانجر ويغطي لي المسافه كامله، يعني اكون يعني واحد يتحرك. انا حتى متعمد ادي ده شكله اهو، شايف الحته دي كده دي ثابته دي بتتوجه ناحيه الريفلكتور ده، يعني هو ممكن الواحد بيبقى في حاطط زي ما انت بتقول كده واحد يعني ترانزميتر وبتحط قدامه مثلا ثلاثه ريفلكتور على مسافات مختلفه بحيث هو يطلع الشعاع يدي ده كده اهو يدي ده يدي ده. ده سؤال مهم جدا على فكره تمام. ده موجود بس ان هو ده موفابل، لا مش بيتحرك مش بيتحرك ما يتحرك يعني، بس هو يوجه الاشعه هذه على الثلاث الريسيفر للثلاثه ريفليكتور دول او ثلاثه ريسيفر. المهم ان يبقى في مسار ممكن يبقى اكتر من ريسيفر للريفليكت، يعني في اكتر من ريفليكتور لترانزميتر واحد، يبقى في ترانزميتر وفي كذا ريسيفر، ده بينفع موجود تمام. تمام الدكتور تفضل. بالنسبه للعدسات لو جاء اخبار وكذا يعني هل تحتاج صيانه مثلا كل بين فتره وفتره او لها بتحتاج الجزئيه السوداء اللي انت شايفها دي بتحتاج تتنظف اصلا، والجزء ده عامل زي الفلتر ده عامل زي لو انت بصيت عليه يعني في ارض الواقع شبه دي بالظبط، هي حته عامله زي عارف انت المربعات الصغيره دي المسدس الصغير ده اللي هو عامله زي السفنجه بتاعت الفلتر كده فاهمني، هي زي المكيف زي بتاعت المكيف الله يفتح عليك دي، بس بتحتاج تتنظف
خارجيا كده تتمسح الناحيه دي وتتمسح دي، حتى دي بتاعت الصيانه لان الناس كتير لا الصيانه العدسه الداخليه قصدي العدسه الداخليه. بص انت شايف المسامير دي بتشكل الاربع مسامير، ده لو الحاله بتاعته بقيت يعني خلاص دمار يعني، بتشكل الاربع مسامير دول وبتنظف العدسه الداخليه اللي بتعمل الترانسميت نفسه تمام وبيشتغل معاه. هو الناس ما بتحبش اللي يعني تشتغل مع الهيد ديتكتور، بس هو بتاع البيم ديتكتور لان هو بيبقى مشكلته في الصيانه، الناس عايزه تجيب ديتكتور ترميه سنين وتبصش عليه، لا ده لازم وبالذات ده كمان ليه بيتنظف؟ لانه خارجي بيبقى في الاماكن المفتوحه فناجر اصلا هي بتطلع غبار وتلوث وحاجه يعني للصبح الطين الكلام ده، يبقى كله طين ده تمام وتراب ومش عارف ايه. فده ببساطه يعني بيبقى ايه حد كده بيمر عليهم كل يعني مش هتروح تنظفهم كل يومين ثلاثه يعني، ده كل سنه مثلا فاهمني. وحاليا تطمنك يعني السيرفس نفسه اللي هو السطح ده اللي بيبقى معمول منه الديتكتور اللي بيتحط ده بيبقى املس فاهمني، هم عاملينه بحيث يبقى التراب نفسه ما يمسكش فيه، فتبقى عمليه التنظيف مش كتيره. والكلام ده بتاعت السطح برضه هتشوفها في الكاميرات بتاعت المراقبه، تلاحظ ان الازازه اللي بره بتاعت اللي فوق العدسه دي ملساء تلاقيها ناعمه بحيث ما يقدرش لو نزلت مطره ما تمسكش بقى في التجاويف ولا بتاعنا. في غبار بيتزحلق من على السطح ده نفسه بينزل، زي فكره الالواح اللي احنا الطاقه الشمسيه حاليا بيعملوا لها معالجه، لان كانت مشاكلنا هنا في السعوديه في اماكن مليانه غبار كتير جدا في الطاقه الشمسيه تمام، بيعملوا الاسطح نفسها تمام بيبقى ملساء كده بحيث تقدر تخلي ذرات الغبار اللي تنزل عليها تمسكش.